هاود عبد البدر ولا كب العويسي نعاود عبد البدر العويسي تسنتا تسعة تسعة سنوات هاي بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومي أن أنذر قومك من قبل أن يأتي يوم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر ولو كنتم تعلمون قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا إني كلما دعوتهم استغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم استغشوا ثيابهم وصروا استكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم صرت لهم أسرارا فقلت استغفر ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طبقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا الله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا الله جعل لكم الأرض بساطا يسلكم منها سبلا فجاجا قال نوح ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا قالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوط ويعوق ونسرا وقد ضلوا كثيرا لا تزيد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فادخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا قال نوح ربي لا تذر من الأرض من الكافرين ديارا قال نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا.